البحر مخيمين هنا بالبحر. بالبحر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم جينا كشتة على البحر، طبعا مبيت مبيت إن شاء الله. قبل عن نبدأ الفيديو، إذا كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، حطوا زر اللايك. هذه شقيقنا البحر، هذا شاهينا، نبط الشاهي على البحر. لوي كيف؟ كيف الجو؟ نشوف الأبطال وين ما شاء الله نايمين. هذا لوي 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 راقد رقولة، خلهم نايمين إن شاء الله من صحيوا نكمل الفيديو. صباح الخير. شو قاعد نسوي؟ وهذا ريوقنا صباح. وي شو تسوي؟ جبتي نلعب. تلعبي لكن وي كانك ما تصيد. اشوف معك حبل صيد. شو تسوي؟ نصيد سمك. لوي السمك ما عليك، ما على هذه الدرجة غبي. تسوي له كيس. خلاص. أنا أمسك. أنا جيب جيب جيب. أنا ليش أنا؟
وي المرة الثانية إن شاء الله نروح نصور ووديكم مكان تصيدوا. هالمرة ما جبنا عدة الصيد. بابا يوم نروح أكيد يوم بحر مرة بعد وشينك مرة الحين بنروح نصيد السمك. بتصيد نفس السمكة؟ السمك ما يشوف. هي بيها شوف. هلا الوين هلا. لا تمين لا. لؤي تميم تميم عني روح في الماء. تميم كيف ليت بطل الا شو ليش معصب اقوى ليش بطلت الا ليت لؤي يروح بالبحر. ناخذ جولة مع أنا وتميم. تميم وين رايح؟ تميم وين رايح؟ وين رايح؟ كلام الجماعة مرة ثانية بيصيدوا. سويتي كيس صغيرة؟ هلا كب الماء منه خلي زين الماء بندور تعرف تنزل امسك تميم امسك تميم عم الماء جيب بابا يعق امسك تميم عم الماء وين امسك تميم رقة كيف تعقى وما مربوط انا خلي بابا يعق ربطنا زين انت لا الا خلينا انا لا 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 بابا يعقب خلص هو تلعقب علينا بس حاب لك قصير الحين بيضبطنا ليل على الريوف ابو بيت ليل استمتعتوا عند البحر؟ نعم 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 كيف كانت الرحلة؟ زينة زينة
اي ليث ان شاء الله رايحين مكان ثاني الحين. بنروح مكان ثاني. وغيرنا المكان البحر عند الشاطئ، والحين جينا هنا عند الجبال. هاي الشجر، شوف المكان ما شاء الله. كيف قوري قود؟ كيف المكان هني؟ حلو، في ماي بعد. وهذا الفلق لوين؟ شو يسوي؟ وقتكم تصيدوا الحين. هذا الفلق طبعا تريد تغسل من هنا ونجلس هنا ما شاء الله. مثل ما تلاحظوا لؤي وليث اليوم ان شاء الله بيغدونا سمك. اشوف سمك؟ لا 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 غلط غلط غلط. هذا غدانا. وبكذا راح ننهي الفيديو ان شاء الله، ورتبنا اغراضنا ونروح البيت. واذا كنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، واشتراككم والاشتراك يدعمنا كثير، وحطوا زر اللايك. وفي امان الله ومع السلامة. مع السلامة.